وما زلنا مع حضراتكم ودلوقتي بنبدأ فقرتنا الطبية. طبعا اليوم المفتوح أو بالمعنى المعروف اليوم الفري. يا ترى بقى معظمنا لما بيعمل دايت بيستنى اليوم الفري ده بفارغ الصبر، وطبعا يبدأ من أول يوم بيجهز هناكل إيه وهنشرب إيه، ويفضل اليوم كله يأكل ويشرب الحاجات اللي كلها ممنوع منها. لكن هل ده صح؟ هل المفروض إنه يبقى يوم فري؟ ولا وجبة واحدة بس فري؟ هل اليوم الفري ده أصلا حقيقة ولا خرافة؟ مفيد ولا مضر؟ كل ده هنعرفه مع ضيفي اللي منورني ومشرفني في الاستوديو النهارده، دكتور احمد نعبل، اخصائي تغذيه علاجيه وعلاج السمن. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك. انت حضرتك فائز كل الحركات مستني وكل يعني فعلا الموضوع ده مهم جدا، وحقيقي السؤال ده شاغل كتير من الناس. حقيقي اليوم الفري ده حقيقه ولا خرافه؟ انا مش عارف مين طلع كلمه مين اللي اخترع الاختراع ده اساسا؟ اليوم فري يوم كامل؟ ليه 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 يوم كده احنا ليه؟ يعني ازاي؟ احنا غلط خلاص، احنا مش هنتكلم بقى. موضوع يوم فري ده كتير قوي. وجبه فري فعلا، وجبه فري حلوه قوي. وليها يعني خلينا نقول في الاول خالص ان الوجبه الفري حط انت الوجبه الفري يوم فري دي بتكهربني. الوجبه الفري هي استراتيجيه بيلجا ليها الدكتور عشان يغير نظام دايت او يكسر لك ملل او ياكلك اكله بتحبها. فهي مش دايما كويس، دي اول نقطه. فبالتالي احنا عايزين نثبت كده كلامنا، هي مش دايما حضرتك هتاخد وجبه فري. كويس تمام، يعني دي ليها اوقات كمان يا دكتور. طبعا تمام. وليه انا بقول كده؟ لان الوجبه الفري او فكره اليوم الفري اللي طالع عند الناس جايه من منطلق ان انا داخل معسكر. كويس، رايح معسكر تدريبي هموت 6 ايام. اوكي، واليوم ده بقى ايه؟ هطلع اتنفس وارجع تاني للمعسكر. تمام، وده سبب فشل الدايت. تمام، فهي القصه مش كده خالص. احنا طبيعه الدايت بتاعنا ان احنا بناكل كل اللي نفسنا فيه. فانت حضرتك عندك كل يوم فري. تمام، كل يوم بتاكل اللي انت عايزه. حلو قوي، بس بكميات محدده. طب ده كويس. فانت هتاكل وتشرب بدون ما تجوع. كويس، ازاي بقى؟ هو ده الأنسية. اوكي، احنا عندنا معادله بكل بساطه. عشان تمشي على دايت صح، دايت صح، تاكل اللي نفسك فيه بس بدون ما تشتهيه او بدون كميات كبيره. كويس، عشان تشبع. طب ازاي دايت؟ ازاي تاكل اللي نفسك فيه بدون كميات كبيره وازاي يحصل شبع؟ دي في المعادله الأنسية. كويس، أنسيليوم مع كميات اكل مقننه هتلاقي نفسك شبعت. ليه؟ بكل بساطة الناس كلها دلوقتي عارفة فكرة بالون المعدة. طبعا بالون المعدة هي حاجة بنحطها في المعدة عشان تملى حيز من المعدة. احنا الجيل التاني من بالون المعدة. احنا بالون معدة طبيعي الحمد لله. الدراسات والعلم توصل لمادة اسمها سيليوم هاسك. كويس، بذور السيليوم. تمام، المادة دي طبيعية دي يا دكتور. بالظبط، مادة طبيعية. المادة دي سبحان الله ليها طبيعة فيزيائية. وانس ان هي بتشوف ميه بتبدا تتنفخ وتعمل بالونه. كويس، فاحنا الانسيلين ده عباره عن اكياس. بناخد الكيس على كوبايه ميه وبنشرب بعديه كمان كوبايتين ميه قبل الوجبه بنص ساعه. تمام، عشان خلال النص ساعه ديت هو بياخد حجمه في المعده. كويس، بعد نص ساعه بتكون البالونه اكتملت في المعده. عملت بلك في المعده، اتخمرت في المعده خالص. فيتفضل لنا يا دوب ربع حيز المعده. كويس، فبالتالي انت الربع ده عايز تاكل بقى دايت، تاكل عايز تاكل وجبه نفسك فيها تاكل. كويس، بس هي الفكره ان الكميه هتبقى مقننه خلاص، مش هيقدر بقى ياكل الكميه بتاعته. انت دماغك اللي هتجبرك على الكميه المقننه. يعني انا طبيعي في شركه اون تارجت فارما بوفر لك دكتور بيتابع معاك. هايل، بس انا قلت لحضرتك النهارده الرز الريزو الحلو ده كده كله كنت داخل اكله بالحلو والشفا يا دكتور. والله لو انا قلت لك دلوقتي الرز ده كده الطبق ده كده كامل قدامك هتاخد منه 5 معالق. كويس، هتقول لي تمام يا دكتور هتاخد 20 معلقه. طب ايه اللي هيخليك تنتظم؟ هو الانسيليوم، عامل مساعد. انا لما اديك الانسيليوم واطلب منك ال5 معالق انت مش هتقدر، انت مش هتقدر تكمل 5 معالق. ده احنا في حالات بنقول لها عشان خاطري كملي ال5 معالق دي، عشان انت مش عايزه تهبط، مش عايزه جسمها يضعف. بالظبط، عشان خاطري لازم ال5 وجبات تتاكل دولت كاملين. كويس، عشان خاطري لازم تاكل كذا. طب يا دكتور انا مش قادر. هو فعلا بيبقى مش قادر لان هي المعده فعلا مكتمله.
في حالات مثلا في الاول مكتمله بحاجه طبيعيه دكتور ما فيهاش ضرر، لانه احنا برضو بندور على الحاجات الطبيعيه. جميل. كلامك ممتاز قوي. وده يعكس ان حضرتك خايفه على البيشنت او على المتفرج بتاعك. طبعا انا لو طلعت قلت من هنا للسنه الجايه امن، فين مصداقيتي؟ وزاره الصحه هتديني مصداقيه. صح. وزاره الصحه الترخيص مكتوب على العلبه، تمام، رقم الرخصه، ان هو مصرح من وزاره الصحه، والماده تقدروا تدخلوا كمان على النت واي ترجعوا لاي دكتور. اوكي. الماده مرخصه مش في مصر بس، في مصر والعالم كله. فحته الترخيص دي البلد بتضمن لحضرتك ان المنتج ده مرخص. تمام. ما بعد الترخيص؟ ايوه. الفاعليه. ايوه. بالونه معده بتملى معدتك عشان تديك الاراده. انا عايز اسميه كورس الاراده بقى. هايل. بالظبط. لان مهما انا حطيت لحضرتك دايت او اي، لو جبت اشطر دكتور في العالم حط لك دايت بدون ارادتك مش هتطبقه. طب الانسان عشان ضعيف احنا بنديله اراده خارجيه اللي هو كرسي الانسيه، فاحنا بقى كده نسميه كرسي الاراده. هو كرسي الاراده اللي هيخليك تطبق كلام الدكتور والسيستم اللي هو شايفه هيوصلك صح. ما هي دي بقى لبعض الشخصيات يا دكتور بتبقى فعالة، محتاجين حاجة عامل مساعد. بالزبط. يدينا بس الدفعة الأولى دي. أيوة. الضغطة دي. أيوة. وأنا عارفة بقى إن في طريق، ممكن تكلمنا على فريق الطبي اللي موجود بيرد يعني. حلوة. علشان بس المتابعة من أول ما بيبدأوا لحد ما. بص يا فندم، بكل بساطة إحنا في أرقام ظاهرة هي في الحلقة، تواصل مع شركة أون تارجت فارما، دي أرقام تكلمونا عليها أو حتى تواصل معانا عليها واتساب. كويس. أول ما بتكلمنا بتملى حاجة اسمها الاستمارة. ايه الاستماره دي؟ الاستماره باخد فيها اسمك، سنك، وتاريخك المرضي. مريض الضغط، غير مريض السكر، عنده مشاكل في الكلى، عنده ليفر، عنده كبد دهني، في مشاكل كتير جدا. كل الكلام ده انت بتملاه عشان اعرف تاريخك. مش بس كده، انت مشيت قبل كده على دايت شكلها ايه؟ جسمك بقى حصل له ريزيست، يعني حصل له نوع من انواع المناعه بسبب الدايتس الغلط اللي انت مشيت عليها. طب جسمك ليه وصل للمناعه؟ هطلب منك تحاليل، تحاليل غده، تحاليل هيموجلوبين مثلا، هطلب منك شويه حاجات. كل الكلام ده عشان انا ببدا اعمل سكان على جسمك، اشوف جسمك ايه المشكله اللي فيه. تمام. مين اللي بيعمل سكان؟ الفريق الطبي اللي احنا بنوفره فور فري مع كورس الانسيلين. كويس. الفريق الطبي ده هو اللي بيحدد لك حاجتين. جرعه الانسيلين، بمعنى واحد 120 كيلو او 150 كيلو ممكن ياخده 3 مرات في اليوم، هو امن. اوكي. واحد 80 كيلو هناخده مره قبل الغداء. مين بيحدد الجرعه؟ الدكتور. الدكتور. تمام. انا مش بديك الكورس واقول لك مبروك عليك دفعت لنا. اتفضل. مع السلامه. فهمت. اي ماده، اي علاج في الدنيا عباره عن ماده فعاله بتركيز بطريقه استخدام. الماده الفعاله معانا التركيز، احنا موفرينه. كويس. طريقه الاستخدام الدكتور بيتابع معاك عشان يوفرها لك. هايل. فاحنا يعني معادله النجاح المثلث كامل احنا الحمد لله موفرينه في شركه اون تارجت فارما. الحمد لله معانا تقريبا يمكن اكتر كمان عن 10,000 متابع، الحمد لله كلهم جايبين نتائج قويه جدا جدا جدا. طب دكتور اللي بيبدا بقى ياخد خلاص وبيبدا بقى يوصل للوزن اللي هو حبه خلاص تمام، ويجي بقى يثبت، التثبيت بيبقى من خلال انسيليوم برده يعني بيفضل يمشي عليه لفتره معينه، بس بتبقى الجرعات بتختلف ولا ايه؟ بص يا فندم، سواء انت مش تثبيت بس، انت لو عايز تزيد كمان ممكن كمان تستخدم انسيليوم. ليه؟ الموضوع بكل بساطه، احنا لو فهمنا جسمنا هنفهم هو ليه الانسيليوم دوره رئيسي في حياتك مش في الدايت بتاعك بس. الانسيليوم بكل بيعمل ايه ببساطه شديده جدا؟ هو ارادتك. طب انت عايز تثبت، الثبات ده يعني ايه ثبات؟ يعني افضل على وزني ما لا ازيد ولا اقل. احسبها لي. قولي لي حضرتك ازاي. انا دلوقتي انا طالع مع شيف عظيم وعامله اكل زي ده، اديني الدايت اللي انا همشي عليه اللي انا هثبت فيه بعد الوجبه دي. مساله صعبه قوي زياده. لا مش صعبه. صعبه. محتاجه ايه؟ محتاجه اراده. شكرا. محتاجه انسيليوم بكل بساطه. ففكره التثبيت بحسها فكره، سوري في الكلمه، يعني صعبه شويه. خليني انقي الفاظي شويه. هي فكره مش صح. لان انت بتعامل الجسم ان هو كونيكال فلاسك، ان هو ان هو بالون مختبر في المعمل. حاجه يعني انا بتحكم فيها. لا، هو الجسم بيعدي على شهوات، عايز ياكل وعايز يشرب، والنهارده ممكن اشرب مشروبات غازيه. صحيح. ممكن اكل حاجات بعيدا عن الدايت. حتى لو انت بقالك سنين ماشي على دايت وحفظت، هتعدي على مطبات طبعا اكيد، فبالتالي الانسيليم جزء معاك. بس انا قلت برضو كلمه، انت حتى لو عايز تزيد ازاي؟ دي بقى نقطه، عشان انا في ناس بتبعت لي بناتهم نحاف جدا. كويس. وعايزين يزيدوا في الوزن. حلوه. هو لا يزيد، عايز يزيد بشكل حلو
ولا بشكل وحش؟ لا اكيد بشكل حلو وصحي طبعا يا دكتور. بالظبط. انا لو واحد بيجي لي عايز يزيد واديت له بقى شويه دهون على شويه اي حاجه لو كل يا حبيبي ده غلط طبعا، هيطلع كوليسترول بشيب جسم وحش. لا، اللي عايز يزيد بيبقى عايز يزيد ان شيب، عايز يزيد بشكل حلو، شاب جسمه مثلا حلو. ايوه، عايز يبقى معضل. البنات عايزه يبقى ليها شيب شكل جميل كويس صحيح. زياده بتبقى زياده ايه؟ عضلات. طب اللي بيدي الاكل حلاوته ايه؟ الدهون اللي فيه. فبالتالي انا عشان اللي ماشي معايا حتى عايز يزيد، اوكي، وانا اقول له بص يا فندم انت هتاخد 5 وجبات مثلا، منهم 3 4 وجبات بروتين، اوكي، بالحجم الفلاني. ما هو نفسه برضو هتروح لشويه طرب. اكيد اكيد طبعا. هتروح لشويه شويه كربوهيدرات. ايوه صح. شويه رز، مكرونه، بتاع الكلام ده. مظبوط. طب انا عشان برضو اديله الاراده ديت ان هو يمشي على النظام اللي هيزوده زياده صحيه. كلمه اراده، انت منين ما تسمع كلمه اراده افتكر كورس الانسولين. عايز تخس، عايز تثبت مع تحفظي مع كلمه ثبات ديت. ايه بس عشان مصطلح شائع لكتير من الناس تفهمه بالطريقه دي. احنا طالعين مع حضرتك عشان نصلح مفاهيم مغلوطه عند الناس. احنا مش طالعين نبيع منتج بس. اكيد. احنا طالعين بنفهم ناس طب. فكره ثبات دي فكره. جيبي لي حد ثبت قبل كده. يا دكتور احنا ممكن في الاسبوع يعني نبقى اب هاند داون. في اصلا في اليوم. ايوه صح. هنقول لحضرتك حاجه. يعني قومي الصبح. يوم اب هاند داون بعدها بيومين نروح نازلين وهكذا. هنقول لحضرتك حاجه فعلا الصبح. قومي حضرتك الصبح واشربي كوبايه ميه وارفعي الميزان. ده ميزانك الطبيعي. اوكي. تمام؟ تعالي اخر اخر اليوم وزن، هتلاقي نفسك زي. طب ليه؟ جسمك اكتسب ميه. اقول لحضرتك حاجه ابسط من كده كمان، نومتك كده الجسم متوزع كتلته على الجسم كله. ايوه. فبيطلع سيمتريه الجسم، غير لو انت واقف طول النهار الجاذبيه الارضيه بتبدا تسحب من. ايوه مظبوط. فالجسم ذات نفسه بيختلف، فما تقنعنيش ان الجسم خلال شهور ولا سنين هيثبت. في ناس ممكن يقول لك انا بقالي 7 8 سنين وزني ثابت. لان حضرتك اخدت انت ان 7 سنين او 7 سنين وما خدتش بالك في النص. انت لو تابعت دوريا هتلاقي نفسك. لا هتلاقي طبعا انه بيزيد شويه 2 كيلو ينزل زايد طالع زايد طالع زايد طالع. في الاول وفي الاخر انت بصيت ان واوت. بس لو جيت في نص وانت طالع 2 3 كيلو ايه ده؟ انا زدتهم امتى؟ كل الكلام ده محتاج اراده. مين ارادتك؟ هو انا سليم. بس طب هنسالك بقى يا دكتور معلش نرجع تاني ليوم الفري. حلو. يوم الفري احنا قلنا وجبه فري ودي بتبقى على حسب الحاله، يعني اشرح لنا بس الجزئيه دي. الوجبه الفري دي مصطلح انا شايفه من المصطلحات الممتازه جدا او الاستراتيجيات الممتازه جدا اللي نقدر اتعامل بيها مع الجسم. كويس. بمعنى وارد جدا حتى لو ماشي على دايت صح ان انت تيجي في وقت معين وجسمك يعندك. ودي بتحصل كتير، مش عايز ينزل. حله ايه؟ ان انا اضحك عليه، اديله وجبه بيحبها. عشان ما اقولهوش ان انت هتمشي على طول في نظام غذائي وحش صارم سلي يعني رخم. تمام؟ فبضحك بيها على الجسم. دي طريقه. في ناس تانية عندها حاجه اسمها الايموشنال ايتنج اللي هي الجوع العاطفي. اللي هو انا بحب اكل سكريات، ممكن اقف بالليل افتح الثلاجه وادور على حاجه حلوه اكل نص علبه الحلاوه الطحينيه مثلا. في ناس كده فعلا. والله انا عارفه عسل. دي استراتيجيه على فكره. ايوه. في علاج المرض مش عايز اسميهم مرضى، في علاج الشكل ده من السمنه. اليوم الوجبه الفري استراتيجيه. كويس. اهم حاجه بقى شكل الوجبه الفري. ايوه دي نقطه مهمه. تمام. اول حاجه لازم بسال المريض هو بيحب ايه. كويس. لان احنا كلنا مش زي بعض. طبعا. انا مثلا بحب الرز الريزي. تمام. حضرتك بتحب الكريسبي. فشكل الوجبه بيختلف ما بيني وما بين حضرتك. صح. اول حاجه لازم اهل المريض نفسيا ان انت ما تجوعش قبلها. ليه؟ عشان ما تدخلش تدبها. مظبوط. فالتاهيل النفسي مهم قوي، اللي انا اقول له ما تجوعش نفسك قبلها. كويس. لازم تبقى واكل حاجات صح. بروتين. ودي النقطه الثانيه، ان الوجبه الفري يبقى فيها انتيك عالي من البروتين. كويس. ابدا بسلطه. ايوه. او ابدا يا سيدي بالبروتين، انت راجل زهقت من السلطه في الدايت بتاعك. ماشي. ابدا بالبروتين بتاعك. لحمه، فراخ، سمك. بعد ما تخلص البروتين بتاعك روح بقى للجزء بتاعك اللي انت بتحبه. بتحب فطيره بالنوتيلا. كلها. بعد الاناسيليا مش هتوصل لها، انا عارف. ايوه كده. هياكل بقى حاجات بسيطه مش منها. هتوصل لها. تمام. انت خدت اناسيليا ملى لك 3/4 معدتك. بعد كده خدت البروتين ملى 1/4 معدتك. صحيح. هتوصل للنوتيلا يعني يوم لما هتسلم عليها خدت منها قطعه مش انت خلاص. بينك وبين نفسك انا اكلت اللي نفسي فيه. صح.
بس خلينا نروح نقول لا واحد هيضغط على نفسه هياكلها، هي الحل الاخير. هياكله وهيوصل له، بس حل اخير. فاول حاجه هنبدا بالبروتين كويس. تاني حاجه ابقى مجهزه نفسيا ان بياخد ان هو ما يجوعش نفسه قبليها. وقبل كل ده بقى الاناسيليوم. الاناسيليوم مهم جدا قبل الوجبه الفري جدا، لانه ما خدش اناسيليوم يعني كده ان انا ما اخدوش، لا انا اخده برضه مهم جدا. اوكي، لان حضرتك لو سبت المعده بحجمها الطبيعي خلاص بقى هتاخد كميه سعرات انت ممكن تغطي 4-5 ايام دايت. صح، ودي خطا بيقع فيه كتير من الناس يا دكتور، كارثه. انت ممكن تبقى ماشي 4-5 ايام كويس جدا. 4-5 يعني ايه 4-5 ايام كويس جدا؟ سعراتك الحراريه اللي داخله جسمك حلو، 1500 سعر مثلا كويس، عامل تقليل 500 سعر كل يوم. وتيجي حضرتك في وجبه واحده تاكل 4-5000 سعر. لا، ممكن في ساندوتش واحد ياخد 1000 سعر عادي. على فكره بتكلم بجد، انت ممكن في وجبه واحده فعلا ساندوتش واحد ايوه ياخد 1000 سعر، 4000 سعر اللي هو اللي انت وفرته وصرفته بزياده. ايوه، فحلك ايه؟ حلو ده يا دكتور، هتاخد الاناسيليوم. ايوه قبل الوجبه الفري. ده مش لازم تاخد اناسيليوم، هو لازم تاخد اناسيليوم خلاص، مفيش مجال. تمام، خدت الاناسيليوم، ادخل بقى وجبتك الفري. حلو قوي، ال 4000 سعر اللي احنا كنا بنضحك عليهم من شويه هينزلوا ل 500 سعر. هايل، هتاكل اللي نفسك فيه برضو بس بيبقى مقنن. مش مقنن، باراده. باراده، حلو ده، بالاناسيليوم. حلو ده. طب قول لنا بقى طريقه التواصل والارقام والصفحات بعد اذنك يا دكتور. ابسط حاجه احنا قلناها الارقام اللي ظاهره على الشاشه. اوكي، دي ارقام ممكن تكلمونا فيها على التليفون، هتلاقوا الدكتور. أيوة، هو الفريق الطبي اللي احنا بنتكلم عليه، اللي انا براهن على نجاحه وبقوته ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله هتلاقي دكتور بيتواصل معاك، تملى الابلكيشن بتاعنا. تمام، عشان يقدر يشخص حالتك كويس ويديك الكورس المنتظم. وطريقه التواصل سهله برضو لبعض الناس رصيد. او لكثير من الناس. كلمني واتساب كلام جد. ايوه انا عارفه، ما انا بقول حاجه، هي وسيله تواصل بسيطه بالزبط. وسهله، لان انت بعد كده هتتابع الدكتور واتساب، الدكتور هتتابع معاه عايز يوميا اسبوعين هتتابع الدكتور واتساب. هايل. طب الشباب الصغيره اللي هي طبعا دلوقتي السوشيال ميديا بقت في كل حته، عندنا صفحتين بالظبط، صفحتين على الفيسبوك. اوكي، صفحه باسم اون تارجت فارما، دي بتاعه الشركه بالظبط، وصفحه ثانيه باسم نهال حافظ خبيره التغذيه. كويس قوي. تمام، ده بالنسبه للفيسبوك. بالنسبه للانستجرام عندنا صفحه باسم اون تارجت فارما. هايل، دي بقى لشريحه التين ايجرز بقى والحاجات الوشباب. يعني دلوقتي الناس كلها بقت على انستجرام وعلى فيسبوك وعلى الواتساب، خلاص الموضوع بقى يعني منتشر بشكل جميل يعني. طب احنا معانا يا دكتور مريم، ممكن ناخد مريم معانا على التليفون؟ يلا بينا. يا مريم، الو. الو، اهلا وسهلا، ازيك يا شيف؟ عامله ايه؟ اهلا بيكي حبيبتي، اتفضلي. لحظه، احنا معاكي يا مريم، اتفضلي يا روح قلبي. انا بشكرك جدا على اكلك ووصفاتك الجميله دي. يا روح قلبي، تسلمي لي، كلك ذوق والله. ربنا يخليكي، وبشكر الدكتور احمد. عامل ايه؟ انت اخبارك؟ كويس الحمد لله. طمنيني، كنت كام ووصلت كام ومتابعه مع مين؟ لا انا كنت كتير يا دكتور. كنت كام طيب؟ انا كنت 140 وخسيت 118. ما شاء الله. فتره قد ايه بقى يا مريوم؟ يعني شهرين ونص. ما شاء الله، حلو قوي. حلو قوي حبيبتي، حلو قوي قوي. انا بس 22 كيلو في شهرين ونص، ده حاجه كويسه، معدل منتظم جدا. مش عايز مره واحده عشان جسمي ما يقعش مني. طيب، معدل كويس قوي. طب قول لنا احساسك ايه اول ما اخدتي، كانت مشكلتك فين؟ في الاكل ولا كانت في ايه؟ لا كانت في الاكل، وما كانش عندي حرق ولا كده. فلا لما انا اخدته خلاص ماليش نفس الاكل خالص، سد الشهيه معايا اطلاقا. وفرق معاكي فعلا يا مريم؟ يعني قول لنا كده احساسك اول ما بداتي اول اسبوع مثلا. تغيير في الشكل بقى والجسم، انا نازله مقاسات كتيره جدا عن الميزان. والله ما شاء الله، بشكر الدكتوره نهال حافظ جدا جدا جدا، والدكتوره ايه. ايوه الدكتوره ايه ديت، انا بقول لها انت سر سعادتي حبيبتي، تسلمي. والله ما شاء الله، انا فعلا انا بقول لها انت سر سعادتي، هي متابعه معايا ومديني دعم كبير جدا ومشجعاني ان انا اكمل، وانا لسه مكمله معاها وهكمل بامر الله. ما شاء الله، يا رب دايما بالخير. وتكلمينا تقولي لنا وصلتي لكام يا مريم؟ مريم بتقدري تاكلي بعد لما بتاخدي الكيس؟ لا، هي اساسا الدكتوره ايه كانت بتديني الوجبات بتاعتي، انا ما كنتش بقدر اكملها. ده كتير. تمام، كويس قوي. مش هقدر اكملها يعني، هي كانت بتزعق لي دايما، بتقول لك لازم تاخدي وجباتك كامله وتكمليها، انا ما بقدرش اخدها. اوكي، لكن هي ما شاء الله، انا بشكرها جدا جدا جدا، وبقول لها انت سر سعادتي وهي غيرت حياتي. يا حبيبتي للاحسن دايما. الدكتوره نهال، يا رب وربنا يخليك. شكرا ليك يا مريم، نورتينا وشرفتينا يا مريم، والله دي حاجه جميله. انا عايز اشكر جدا دكتوره ايه، العامل النفسي مهم مهم قوي،
اول يعني حاجه يا دكتور، بحس ان هو بجد العامل النفسي مهم بالنسبه لها قوي. لا مش في ناس، هو الناس كلها. على فكره الدايت لما بتدخلي جسمك برضو في دايت، برضو الجسم عايز يدلع شويه. صح. لما تلاقي حد صاحبك زي دكتوره ايه ودكتوره نهال، الموضوع بيفرق بشكل انت لا تتخيلي. تحس ان انا خلاص الموضوع الحمد لله سهل قوي ان اقدر اوصل لنا تاني يا دكتور. معلش الصفحات مره تانية عشان لو لسه حد من اصدقائنا منضم للفقره يبقى عارف احنا بنتكلم عن ايه. تاني احنا قدامنا الارقام ظاهره على الشاشه. ايوه كلمنا على الواتساب. أيوة. او في التليفون هتلاقي دكتور زي دكتوره ايه كده ودكتوره نهال حافظ يرد عليكم. عندنا بقى الفيسبوك، عندنا صفحتين، صفحه باسم اون تارجت فارما، الصفحه اللي ظاهره دلوقتي، وصفحه ثانيه باسم خبيره التغذيه نهال حافظ. تمام تمام. ده بالنسبه للفيسبوك. الانستغرام صفحه باسم اون تارجت فارما. هايل. طبعا يا دكتور احنا الوقت بيخلص معاك كده عارف يعني في ثواني في لحظات. الحلقه جميله بجد والله، ويا رب كده دايما نكون عند حسن ظن الناس فينا ونسعد ناس اكتر واكتر. وزي ما هي زي ما مريم قالت الدكتوره ايه اللي انت سبب سعادتي، والله فعلا الموضوع سعاده. انتوا تخيلوا تحسوا ان انتوا خدنا نفس. ان شاء الله يا دكتور بجد لينا لقاءات تانية، موضوعات تانية مع اصدقائنا. احنا مش هنسيبك، احنا لازم كل اصدقائنا يجاوبوا على كل الاستفسارات بتاعتهم. طبعا اسمحوا لي في البدايه اشكر ضيفي اللي شرفني ونورني دكتور احمد نوبل اخصائي التغذيه العلاجيه وعلاج السمنه. شكرا جزيلا نورتنا. شكرا لحضرتك. وتحيه لكل متابعيني من خلال شاشه قناه الاهلي. شكرا لحضراتكم لحسن المتابعه، واتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوف حضراتكم من هنا لحلقه جديده على الف خير وصحه وسلامه وسعاده. والسلام عليكم.